بسم الله. هذا الفيديو استكمال للفيديو السابق حول أسماك السردين ومن البحر إلى البر والمستفيدين منها. طبعا ليس الصيادين فقط المستفيدين منها، وإنما المواطنين والحضر والبادية والمواشي والجميع، حتى الطيور مستفيدة منها. طبعا هذا عملية التبروح يقولونها في المبرح. التبروح في المبرحة يعني سيارة في الزمان كانوا يعطفوا عطف فوق الظهر من الهوري إلى البر. الآن فكت عليهم سيارة يعني وسيلة جديدة. هذا الآن يفرق العيد مشان إيش؟ يفتح الشمس. طبعا الصيادين سعداء بهذا القرار ويتمنوا أن يلحقه قرار آخر. عرفت الطغار يتبعك الحاوي وشباك الحاوي والشباك الأخرى الغير قانونية التي تستخدم في البحر والتي تضر الصيادين وتضر البحر وتضر البيئة البحرية. وهذه قرارات منتظرينها من الأخ الوزير الشجاع وزير الثروة السمكية الأخ اللواس السالم السكوتري حفظه الله. وكذلك يتمنوا من الأخ المحافظ تفعيل وإقرار وتنفيذ لائحة التنظيم الاصطياد الصيد التقليدي في جميع سواحل محافظة حضرموت. هذا طبعا مواطن يأخذ خسارة يقول البيت، وهذه السيارة تنفل الصليب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه العيد بعد ما أصبحت وزيف، والآن يكيلوها الصيادين، يكيلوا العيد. طبعا هذه العيد كيالتها هذه طبعا يواني كذا جاهزة للتحميل طبعا للبادية، وهذه سيارة حق البادية تحمل الوزيف. طبعا مقطوعة كم سنوات الوزيف بسبب مصانع الطحن، واليوم الحمد لله ولله الحمد والشكر انتهى القرارات الصارمة والحقيقية، مما أدى إلى توافر العيد للصيادين وللبادية وللحضر وللجميع. وهذه العيد سموها محفوفة، يعني منتظرة الكيالة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا أخواننا من البادية. أقولك على النعمة ذا الأشكالها علينا رب الحمد. هذا العيد نستفيد، ويش تقول إنحاء المواطنين نستفيد منها أصحاب الأغنام وأصحاب الباع والمواطنين أصحاب الساحل اللي بيخسر ولا بيعطين شرطة. والحمد لله نشكره على المنع هذه منع الخارج. الحمد لله وشكر. الله الحمد والشكر، جزاكم الله خير. والوالد لا جزاك الله خير كلمة طيبة. نعم الوزيف ده تستفيدوا منها في البادية، يعني في البادية ونستفيد منها في الغياب ويستفيدوا منها المزارعين ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، هذا رزق البحر زين والناس تستفيد منها كلها. وكم لكم قدها والله خصة كانت قدها سنين ما
ماتوا يد. الحمد لله. الحمد لله بسناه مدام منع ونصانع لا باس. جزاك الله خير. نعم بالله. الله يحفظكم يا رب. وإن شاء الله موسم طيب وموسم خير يا رب. على الحاضر والبادي يا رب العالمين. الله يحفظكم ويسلمكم. وده موتوركم ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وده الصيادين كيلو. كيلو الوزيف ما شاء الله تبارك الله. وهذا طبعا سنين المشهد ما حد يشوفه في البلاد. هذا انتية لقرار وزير الثروة السمكية بمنع الاصطياد بمنع حاوي العيد ومنع الطحن او توقيف مصانع الطحن. طبعا نتمنى ان يعقوبه منع السخاوي ومنع القراشات تنظيم اللائحة والحاوي وكل الامور اللي تضر البحر. نتمنى ان يتم ايقافها ومنعها بالقوة مثل ما تم منع المصانع وغيرها والشباكات وكل شيء ما يضر بالبحر نرجو ان يتم منعها. وهذا الصيادين طبعا يعبروا عن فرحتهم وسعادتهم بهذا القرار. وشكرا للمتابعين وشكرا للجميع. ربي يحفظكم جميعا. هذه نهاية العيد ونهاية الوزيف وخيرها يوصل لما البادي. طبعا هذه يسمى كيالة العيد وهذا الرسم حقها. هذا هو تسمى العملية كيالة. الكيالة واليون يا ولد ها رزعة واحدة. عملية الكيالة في العيد يتم هذا الشكل. هذه اليونية يتم رزعة. هذه هزة واحدة. وبالتوفيق ان شاء الله. والله يديم الخير يا رب. امين 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 يا الله والجميع يا رب. امين يا الله. وتحياتي لكم والله يحفظكم يا رب العالمين. وان شاء الله تتكرر المواسم بهذا الخير وزياده باذن الله.